صباح الخير مشاهدينا. قبل ما تعرفوا شو مخبركم حاسكن لليوم، رح خبركن عن علاقة برج الأسد ببرج السرطان. علاقة معقدة بتجمع بين السرطان والأسد. الاختلاف بيناتهم كبير، وهذا الأمر بخليهم ينجذبوا لبعض ويحسوا إنه بيكملوا بعض. بينسحر برج السرطان ببرج الأسد وبينغرم فيه بسرعة، وبالمقابل بينعجب برج الأسد بطيبة قلب السرطان وأحساسه المرهف. مشاكل بيناتهم سببها رغبة برج الأسد بلعب دور القيادة بالعلاقة وبالسيطرة على السرطان والتحكم فيه. اضطروني بكرة أخبركن عن علاقة شخصين من برج الأسد، وهلأ بلش توقعات الأبراج 12 مع برج الحمل. أخيراً بتحقق التوازن يلي إلك فترة بدك توصل له. تتحسن معنوياتك من بعد فترة مليئة بالصعوبات والتحديات والقرارات الحاسمة. أما عاطفياً ما تتردد تطلب المساعدة من الشريك، فهو أقرب الناس إلك. برج الثور، من الضروري إنك تتخلص من حالة الكسل يلي عم بتعيشها اليوم. حاول تغير مزاجك وترجع النشاط لحياتك. عاطفياً، بحال قررت تنفصل عن الشريك، ما تخلي اليأس والحزن يسيطروا عليك وعبي كل وقتك بالعمل. برج الجوزاء، مهتم كثير بعملك اليوم وعم بتحقق مكاسب مهمة، ورح تتلقى مكافأة مالية قريباً. ما تكبر المشاكل وتخلص منها بهدوء. أما عاطفياً، ما تخلي انشغالك بعملك يمنعك تركز على الناحية العاطفية بحياتك. بنكفي أبراجنا مع برج السرطان. حاول اليوم تتحكم بأعصابك وتتجنب الخلافات مع زملائك ورؤسائك بالعمل، لأن أي كلمة خاطئة منك رح تأثر سلباً على علاقتك فيهم. انتبه على صحتك وما تهمل حالك، وجرب تتخلص من عادتك السيئة. برج الأسد، اليوم بتتواصل مع الآخرين وبتتبادلوا آرائكم، وبتقوم بإنجاز مهم بخلي الكل ينعجب بقدراتك. ما ترفض طلبات رؤسائك وحافظ على علاقة منيحة فيهم. أما عاطفياً، التفرد برأيك بينعكس سلباً على علاقتك بالشريك. برج العذراء، لازم تلاقي أو تخلق نوع من التوازن بين انشغالك بعملك والتزاماتك تجاه عائلتك. ما تفقد الأمل بالمستقبل مهما تغيرت الأمور أو تعقدت. أما عاطفياً، بتقضي اليوم وقت رائع مع الشريك بيعوض عن المشاكل يلي مرقتوا فيها مؤخراً. برج الميزان، ما تقبل تشارك بمشاريع منا مدروسة. ما قدرت تدقق بكل الأمور بالفترة الأخيرة وقبلتها بطريقة متسرعة، فحاول ترجع تحسن الوضع اليوم. أما عاطفياً، الشريك عم يتصرف بأنية ومانك عارف السبب. برج العقرب، بتحاول اليوم تعمل تغيير كبير بحياتك وبيلاحظوا الآخرين هالأمر، وبتكون حديث الناس لفترة معينة. ما تخلي هالأمر يأثر عليك ويخليك تتراجع عن هدفك. علاقتك بأصدقائك منا منيحة هالفترة، فحاول ترجع تقوي علاقتك فيهم. بنكفي أبراجنا مع برج القوس. بتنشغل بمسائل مهنية اليوم، بتعيد عن الحسد والغيرة ووثق بنفسك أكثر، فأنت قادر توصل لأعلى المراكز وتحقق نجاحات مهمة. أما عاطفياً، عالج الأمور بينك وبين الشريك بحكمة وهدوء لتقدر توصل للحلول المناسبة. برج الجدي، ما توقف عن تفكير بالدراسة والحصول على شهادات أعلى وأهم. كل ما تهتم بعلمك كل ما تتقدم أسرع وتكون ناجح بعملك. فكر منيح قبل ما تقوم بأي خطوة، وتذكر إنه كل شيء بيصير بالوقت المناسب. برج الدلو، السرعة ما بتفيدك، خاصة إذا عم تهمل تفاصيل للوصول لهدفك. ما تتراجع أمام الضغوط، فأنت بتمتلك القدرة على مواجهتها قد ما كانت كبيرة. خصص وقت للراحة وللابتعاد عن مشاكل العمل. نوصل لآخر برج، برج الحوت. أنت بحاجة للراحة لتتغلب على حالة الاكتئاب يلي سيطرت عليك بالفترة الماضية. عائلتك عم تمرق بفترة بشعة شوي، فكون أكثر قوة وثبات منهم لتتغلبوا على الظروف الصعبة. بالنسبة لمولود اليوم، فبيمتلك صفات مميزة وطموحاته غريبة. بيكره الروتين وبيحب تكون حياته مليئة بالتجديد والمغامرات. صديق وفي وبيوقف دايما حد أصدقائه. بيحب يتخطى المصاعب والعرائيل، وبيكره يتلقى الأوامر. من مواليد اليوم ممثل بريطاني سام وورثينغتون. ولد سام عام 1976 ببريطانيا، وبدأ بالتمثيل عام 2000 من خلال فيلم بوتمان،
وانشهر عام 2004 من خلال دوره المهم بفيلم سومرسولت يلي خليه يحصل على عدة جوائز. من بعدها رجع مثل بعدة أفلام ومسلسلات تلفزيونية منهم Love My Way. هيدول كانوا توقعات الأبراج لليوم مشاهدينا. أنا بتمنى لكم نهار حلو، بريك صغير ومنكفي من بعده MTV Alive.